منذ مليارات السنين كانت هناك لحظة في تاريخ الكون، لحظة شكلت بدايتنا بين ظلمات الفضاء، وفي قلب اللانهائي من الغموض نشأت أعظم قصة كونية، قصة المجموعة الشمسية، قصة حكاها الزمن وتوارثتها النجوم. نشأة المجموعة الشمسية. قبل أكثر من 4.6 مليار سنة، في زاوية بعيدة من مجرة درب التبانة، كانت هناك سحابة من الغاز والغبار تطفو بهدوء في الفضاء السحيق. ولكن في لحظة ما تغير كل شيء. هل كانت صدفة أم أنها كانت جزءاً من خطة كونية؟ قوة لا ترى بالعين المجردة بدأت تسحب كل شيء نحو قلب السحابة. الجاذبية، تلك القوة الغامضة التي جمعت هذا الغبار والغاز في دوامة عظيمة. وهنا بدأ الانفجار الأول. الدوامة أصبحت أعظم ودارت حول نفسها بسرعة لا تصدق، وفي مركزها ولد نجم جديد، شمسنا، بينما دارت باقي المادة حولها منتظرة مصيرها المجهول. لكن في هذه الدوامة كانت هناك قصص أخرى، قصص كواكب ستولد، وكويكبات ستتجمع، وأقمار ستدور. هنا في هذا المكان الغامض بدأ الفصل الأول من حكاية الأرض وحكايتنا. ولكن ما الذي يخبئه هذا الكون؟ كيف تبلورت الكواكب؟ وكيف أصبحت هذه المجموعة الشمسية كما نعرفها اليوم؟ تابعوا رحلتنا في الفيديو القادم. الشمس ملكة المجموعة.